فجأة المدير الفني اللي نجح في الفوز ببطولتين مع الزمالك واللي عامل أداء جيد وعلى بعد خطوة من التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا وإنجاز تاريخي قد يتم، بيرحل عن الزمالك بعد فسخ التعاقد. إزاي شفت رحيل كارتيرون عن تدريب الزمالك فريقك؟ أعتقد أنها كانت مفاجأة للجميع. مشجعو الزمالك لم يفهموا في الواقع لماذا غادر أو رحل كارتيرون. إنه مدير فني الذي جاء بالاستقرار إلى هذا الفريق، لقد تمكن من تحقيق كثير من الأشياء مع النادي. أن يرحل قبل هذه المباراة المهمة أمر مدهش، وهذا تصرف غير احترافي وليس جيدا طبعا وليس في صالح الزمالك، ولكنه قرار المدير الفني وهو وحده يعرف السبب. لا أعتقد أنه يعني رأي احترافي أن يفعل ذلك. طيب بالكلام عن الاحترافية، وهسأل برضو أستاذ عباس على النقطة دي، البعض بيقول أنت شرط جزائي وضعته ما بين المدرب والنادي ودفعوا المدرب ورحل، لماذا تصفها بعدم الاحترافية؟ مش أمر طبيعي تعاقد وعمل التعاقد فمشي؟ أحيانا ليست مجرد الشرط الجزائي، من المهم أيضا أن تراعي شعور الناس، من المهم أن تفهم كيف يشعر الناس. أعتقد أنه مدرب حين جاء لتدريب الزمالك فإن مشجع الزمالك والنادي أعطوه هذه الثقة، أعطوه ثقتهم، وكان عليه أن يعيد إليهم هذه الثقة. وإذا أراد أن يغادر أو يرحل كان من الممكن أن يؤجل ذلك إلى ما بعد البطولة الأفريقية وليس قبل مباراتين هامتين في قبل النهائي. وطبعا نأمل أن يصل الزمالك إلى النهائي، ولكن بالطبع الكابتن هاني الزمالك فريق كبير، ونحن وهذا ما جعل الزمالك مختلفا عن باقي الأندية، فهم وضعوا في مواقف كثيرة ويعرفون كيف يلعبون المباراة قبل النهائي القادمة وكيف يديرون المباراة، لأنه ستكون مباراة مختلفة. فالرجاء أيضا فريق قوي، وصولهم إلى هذه المرحلة معناها أنهم فريق قوي، لابد أن ننظر إلى ذلك، لابد أن ننظر إلى إدارة المباراة من الناحية التكتيكية بشكل فردي وكذلك بشكل جماعي. حين لا تكون معنا الكرة وحين نفقد الكرة، وكيف يمكننا أن ندير المباراة من أجل تحقيق هدفنا حتى نصل إلى النهائي وأن تكون لدينا فرصة الفوز بالكأس. وأعتقد أن الزمالك يستحقونه، والمشجعون يستحقونه، وفي الواقع لتعطي كل شيء حقا. الحق ان فريق الزمالك فريق قوي جدا، رايت الفريق لديه لاعبون اقوياء، وامل ان ارى الزمالك وهو يفوز بهذه البطوله حتى يستعيد السعاده. لقد مر وقت طويل على الزمالك ولم يفز بهذه البطوله، فنامل ان يفوز بهذه المره.